في الحلقة الماضية من للنشر وأثناء عرضنا لموضوع الأخطاء الطبية، حصل جدال بين السيد محمد نون جد الطفلة الضحية والطبيب الشرعي نعم ملاح بعد اتهام السيد نون للطبيب بأنه اشترط دفع 10,000 دولار لتحديد أسباب وفاة الطفلة. بمجرد ما وصل الطبيب الشرعي وصل طبوا عليه اجى مين؟ طبيب الشرعي السيستون اللي من قبلهم، يعني من قبل المستشفى. نعم. مش حكي معه بالانجليزي او الفرنسي، شوي دغري بيقول يابا يا اهليه المريضه المتوفي، هاي بتكلفهم 10,000 دولار لافحصها انا اعطيكم تقريش، بتكلفهم 10,000 دولار. قلنا ليش بتكلفنا 10,000 دولار؟ مطلبناك يا عمي اساس تعمل لنا تقرير انت كيف توفت بس شباب وفيتها. طيب انا هون بدي منك تقول مين هو هالطبيب الشرعي. نعم الملاح، لانه هون فينا نقدر نتحقق من الموضوع. نا. لانه انا بشك انه طبيب شرعي انه تيكشف على مريضه يعطي سبب وفاه بده 10,000 دولار. دكتور مساء الخير. مساء الخير استاذ طوني، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اللي صار وقتها بيتصلوا فيه قرايب الطفله المتوفيه، جيت لعندهم على مستشفى بيروت، كان في طبيب شرعي تاني موجود، قال لي كان البنت معها ورم خبيث بالرئه. سألوني شو بتكلف التشريح، قلت لهم في عينات دم وبول بدهم يتاخدوا وخزعات من الجدة بدها تكلف حوالي 300-400 دولار للمختبرات. أتعابي قلت لهم بياخد أتعابي حوالي 500-600 دولار على التشريح إذا استوجب التشريح. نعم. وهذا كل اللي صار الحديث. طيب من أين أتت قصة 10,000 دولار؟ هذا افتراء. أنا نهار تاني رح أرفع دعوة بالنيابة العامة. نعم. ويصير تحقيق بإشراف النيابة العامة ونقابة الأطباء. ولإزالة الالتباس عدنا للسيد نون لتوضيح الموضوع. بعد ما انتهت الحلقة يعني صار في لقاء بينه وبين الدكتور ملاح، ووضح لنا انه يعني 10,000 دولار مو له، يعني هذا بيشمل كل مصاريف الدعوة في حال أقيمة دعاوى، ملاحقات قانونية، شكاوى، يعني فحوصات مثلا بشكل عام. ونحن يعني الحقيقه مشكلتنا منا مع الدكتور ملاح. انا بدي اقوله لا انه نحن معنا هذا التقرير من مستشفى هودي التقارير ما قبل العمليه، ثلاث تقارير بتوقيع الدكتور انه ما عنده اي مرض سرطان. وبعد هذا الجدال يبقى وفاة الطفلة هو المصاب الأليم، وتبقى محاسبة الطبيب المخطئ هي أصل المشكلة.